نحن في هذه الأيام نستنشق نسائم هذا الفصل البارد الذي هو فصل الشتاء. شدة البرد التي تكون فيه تعد نفسا واحدا من أنفاسنا للجحيم قائلا بالله منها. يقول الشاعر: كم يكون الشتاء ثم المصيف، وربيع يمضي ويأتي الخريف، وارتحال من الحرور إلى البرد، وسيف الردى عليك مني. فصل صيف ينقضي، فصل شتاء يأتي تعقبه فصول أخرى متتوالية. فصل الشتاء، فصل الخريف، فصل الربيع، فصل الصيف. إلى متى؟ إلى أن تنقف أنفاسك عبد الله، إلى أن تتوقف حركة المسير منك. كم يكون الشتاء ثم المصيف، وربيع يمضي ويأتي الخريف، وارتحال من الحرور إلى البرد، وسيف الردى عليك منيف. يا قليل المقام في هذه الدنيا، إلى كم يغرك التسويف؟ يا طالب الزائل، حتى متى قلبك بالزائل مشغول؟